لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. مشاهدينا في كل مكان، أبعث إليكم رسالة وتحية ينبعث منها الود والحب والروح والريحان، تحية الرحمن لأهل الجنان. السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، وكل عام أنتم بخير. مشاهدينا الأفاضل، لقاء يتجدد معكم وحوار على الفطار. أرحب بكم وأرحب أيضا بزميلي أحمد مصطفى. أهلا بك محمد، كل سنة طيب. وأرحب أيضا بالضيوف الأعزاء معنا الليلة، فضيل الشيخ الدكتور غريب رمضان، كل عام وحضرتك بخير ودايما في أحسن صحة وأحسن حال. مشاهدينا الكرام، ان شاء الله هنبتدي معاكم النهارده، وزي ما تعودنا في حوار على الفطار بيبقى معانا ضيوف اكارم. معانا فضيله الدكتور غريب رمضان وقدمه اخويا محمد، ربنا يبارك فيه. ايضا معانا ضيف عزيز، معانا فضيله الشيخ سيد دكتور سيد حسين العفاني، الداعيه الاسلامي وصاحب التاليف المشهوره اللي كلنا استفدنا منها، ربنا يبارك فيك. جزاكم الله خيرا يا شيخنا، وطبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنه منزل. اول فقره عندنا كالعاده فقره روحانيات. كنا عايزين نتحدث مع المشايخ محمد عن بعض المشاهد التي تتجلى عظمتها في رمضان، ومن اعظمها يا دكتور، انتوا اثنين ما شاء الله دكتور، يعني دكتور اس واحد دكتور اس اثنين، مشهد التوحيد. فكنا عايزين نطوف حول هذا المشهد. تفضل سيدنا الدكتور غريب. لا يعني ليس، لا الحقيقة ليس من الأدب. لا سيدي، انا اتحدث ربنا يرفع قدرك. استاذي ربنا يرفع قدرك ان شاء الله. لا تفضل. طب شيخنا ناخذ راي الجمهور في المساله ولا نتصل بالقضيه؟ طب مين يكلم يعني من عمليه التصويت يعني؟ دكتور غريب تفضل سيدي. يعني ان كان كذا فمن باب التقدمه للاكابر. اتفضل. الله يرفع قدرك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. يعني أنا في بداية الحلقة الجميلة دي بأهنئ الأمة الإسلامية جميعا وحضراتكم والسادة القائمين على القناة جميعا بهذا الشهر الكريم، ويعني نتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى أن بلغنا رمضان. الحمد لله، فإن بلاغ رمضان حقيقة نعمة من أجل نعم الله تبارك وتعالى على العبد، فإن دل ذلك على شيء إنما يدل على إرادة الرحمة من الله عز وجل بعبده الذي بلغه رمضان وهو على طريق الاستقامة. نعم. الحقيقة من أجمل وأروع المعاني التي تتجلى في رمضان ويتربى عليها المسلم في شهر رمضان هو معنى الإخلاص. ومعلوم طبعا الإخلاص ما له مسيس وهو جزء من معنى التوحيد. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها. قال الله تعالى. دكتور استسمحك فاصل، بس فاصل قصير لأنه حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي مكة المكرمة. مشاهدين أعزاء، فاصل قصير ثم نعود إليكم بعد هذا الفاصل. أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة. ثانية عدنا إليكم أعزائي المشاهدين، نواصل الحديث معكم ومع ضيوف الأعزاء، ونواصل الحديث مع الدكتور غريب رمضان. كنا نتحدث عن مشهد التوحيد. نعم، أنا أجعل انطلاقي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. نعم. وفي الحقيقة المعنى البديع هنا في كلمة فإنه لي، لماذا خص الله تبارك وتعالى الصيام بقوله لي؟ فإنه لي. ده معنى الحقيقة، معنى عظيم جدا، مع أن كل العبادات وكل الطاعات إنما هي لله تبارك وتعالى. هذا إن دل على شيء إنما يدل على عظيم الإخلاص لله تبارك وتعالى في هذه العبادة، إذ أن كل عبادة يعني يحتاج الإنسان لمجاهدة شديدة جدا جدا لكي يخلص العمل ولكي يخرج العمل خالصا صافيا لله تبارك وتعالى. وإحنا طبعا كما هو معلوم من شروط كلمة التوحيد شرط الإخلاص. نعم. الإخلاص في العبادات كلها. نعم. فهنا هذا العمل لا يجد الإنسان أي مشقة في إخلاصه وتصفيته لله سبحانه وتعالى، لأنه لا يظهر بفعله إنما بالإخبار، يخبر. نعم. الإنسان يقول أنا صائم، إنما الصلاة ظاهرة، يعني كنا نصلي العصر أمام الناس كلها، الناس كلهم يشاهدونك وأنت تصلي العصر. وأيضا التوحيد أو الصيام دليل على التوحيد. الواحد لما يصوم مثلا 12 ساعة بيبقى خلاص جسمه خلاص، والمولى سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا يطعم ولا يطعم، يعني أليس كذلك؟ نعم. اللي هو معنى أيضا من أروع المعاني. اللي هو مشابهة حال العبد. نعم. لصفة من صفات الله عز وجل. نعم. الصمد. نعم، اسم الله الصمد. نعم. وطبعا يعني من أحب الصفات أو من أحب القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى أن يتشبه العبد بصفات الله سبحانه وتعالى. فالله حليم يحب أهل الحلم، رحيم يحب الرحمة، كريم يحب الكرم، أيضا صمد يحب من يتصف، وده بعد طبعا من أحد أبعاد هذا الاسم، اسم الله الصمد الذي لا يطعم ولا يشرب سبحانه وتعالى. نعم. فهو أيضا من العبادة لله بأسمائه وصفاته. نعم. بارك الله فيك مولانا. وإن كان لنا الآن أن ننتقل لفضيلة الدكتور سيد حسين العفاني، مرحبا بك مولانا. مرحبا. وأنا سعيد شخصيا أن أكون مع فضيلتك فضيلة الدكتور وأخويا محمد، بارك الله فيه. كل عام وحضراتكم بخير وجميع الأمة بخير إن شاء الله. لكن نحب يا مولانا إن شاء الله نستزيد، يعني لأن الكلام طيب والروحانيات يعني نحس بها في هذه الجلسة الإيمانية إن شاء الله، نحب حضرتك تزود لنا أو تضيف إلينا بعض الكلام في مسألة التوحيد في رمضان، ويعني ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك إن شاء الله. الحمد لله وكفى وسلم على عباد الله الصفا. ثم أما بعد، أرحب بالإخوة المسلمين الأفاضل، ربنا يبارك، ورحب بقناة الخليجية، وأقول لها ولكل أمة الإسلامية تقبل الله منا ومنكم كل سنة طيبين. بالنسبة للتوحيد في رمضان، رمضان هو شهر التوحيد كما قال تفضل سيدنا الشيخ دكتور غريب، وقال مقالة الإمام أحمد: لا رياء في الصوم، الصوم هو العبادة الوحيدة التي لا دخل للرياء فيها. ولذلك خصه الله عز وجل بالنسبة إليه.
ده المعنى لما الاول. لما قال الصوم لي وانا اجزي به. صوم لي وانا اجزي به. نعم. ايضا الاخلاص هو التوحيد، التوحيد العلمي، التوحيد العملي كما نعم. اخبر بذلك شيخ الاسلام ابن تيميه، ولذلك يطلق على سوره الاخلاص على قول سوره قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. نعم. فقل يا ايها الكافرون ده التوحيد العملي. نعم. وقل هو الله احد والتوحيد هو التوحيد العلمي. نعم. الاولى تتضمن نعم. ربع القران الكريم. نعم. فضل تلاوه قل يا ايها الكافرون. نعم. وقل هو الله احد ثلث القران، ثلث القران. شهر رمضان هو شهر التوحيد، اقترن بالتوحيد، ولذلك هدمت كل الاصنام في هذا الشهر. كل نعم. الاصنام هدمت في هذا الشهر في سنه 8 و9 هجريه، هدمت كل الاصنام في الجزيره العربيه في هذا الشهر. اكبر الاصنام في على تاريخ الجزيره العربيه امر النبي في هذا الشهر. يعني مولانا كان حضرتك تريد ان تقول ان شهر رمضان له علاقه باعلان التوحيد لله رب التوحيد. العالمين. نعم. وبعدين نعم. الشيء العظيم اللي ارتبط بشهر رمضان نزول كل الكتب السماوية التي جاءت بالتوحيد. نعم. نزول كل الكتب السماوية التي جاءت بالتوحيد جاء في رمضان. في حديث وسيلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان، وأنزل الإنجيل ل13 ليلة مضت من رمضان، وأنزل الزابور ل18 ليلة خلت من رمضان، وأنزل القرآن ل24 ليلة مضت من رمضان. أنزل القرآن من اللوح المحفوظ. قال ابن عباس لو أن عندي رجلا من القدرية لوجأت عنقه. قيل له لما؟ قال لأن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء، عرضه ما بين السماء والأرض، قلمه نور وكتابه نور، ينظر الله عز وجل فيه كل يوم 360 نظرة، يخلق بكل نظرة ويحيي ويميت ويفعل ما شاء. نزل القرآن من هذا اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى بيت العزة، ثم بقى في السماء الدنيا، ثم بعد ذلك أنزل منجما على حسب الأحداث. فنزول كل الكتب السماوية التي أشارت إلى التوحيد، وهو التوحيد عقيدة الأنبياء ورسالة الأنبياء، نزل في هذا، كان بداية نزولها في هذا الشهر الكريم. نعم. بارك الله. ارتباط التوحيد ارتباط نعم. عظيم جدا بهذا الشهر الكريم. جزاكم الله. احنا كنا عايزين نذكر الساده المشاهدين بسؤال حلقه اليوم. هو سؤال حلقه اليوم للساده المشاهدين نذكرهم به ونحاول نغششهم. نعم. هو سؤال بسيط طبعا ويعرفه الكثير طبعا. هو سؤال من التي لقبت بذات النطاقين وهي زوجة الزبير بن العوام. تمام. ويعني لها مواقف كثيرة في الإسلام، وموقفها مع الحجاج بن يوسف الثقفي لما وقفت واجهته. نعم. وقد صلب ابنها، يعني موقف معروف جدا. والسؤال إن شاء الله سهل، وأرجو بأن تتذكر للسادة المشاهدين بسؤال أمس والإجابة عشان نديهم الجوائز. وسؤال أمس كان من هي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، وعايزين أحد من المشايخ بقى يتفضل ويسحب الفائز. لا شيخنا تفضل. بسم الله. تفضل يا مولانا. نعم. الاخت حبيبه حبيبي. محسن حامد. محسن حامد. حامد. وكانت اجابتها طبعا اجابه صحيحه. وهي الشيماء. وهذا الاجابه الصحيحه، الاخت حبيبه محسن حامد. وطبعا احنا يعني لو الاخت تسمعنا نرجو انها تتصل بنا حالا، وان شاء الله الاخوه في الكنترول هيتصلوا بيها. وان كان يا شيخ مش قادر امنع نفسي ان انا اقول فيلم الشيماء وان اخت الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعه كانت مطربه، هذا الكلام ايه مدى صحته؟ يعني لان ده مشهور جدا عند الناس، بل بعضهم بيقول الغناء حلال بدليل ان الشيماء كانت تغني. فتقول لي فضيلتك يا مولانا. لا خليك بره. ماشي. جاوبنا يا شيخ. يعني واضح الكلام، يعني بطلانه يغني عن ابطاله. نعم. يعني انا اتحدى اي انسان ان يثبت شيئا كهذا، يعني هذا امر. انا معذره يعني. يمكن هذا خارج عن نطاق الحلقه او خارج عن نطاق الخدمه، لكن هذا فعلا واجهني يا مولانا. يعني كنت اتكلم مع احد الشباب فاكلمه في الغناء وحكم الغناء، فوجدته بيقول لي لا ده الغناء حلال، ما الدليل؟ قال الشيماء كانت تغني في الفيلم. فسبحان الله العظيم. يعني يعني واحده على اسم اخت النبي في الرضاعه. نعم. كانت تغني، فصار خلاص اخت النبي من رضاها كانت تغني. نسال الله العافيه. نعم. يعني سبحان الله. نعم. اتذكر مره ثانيه ان الفائزه امس حبيبه محسن حامد، والاخت الفائزه ان شاء الله ستحوز على جهاز موبايل وموسوعه اسلاميه. ما شاء الله. نعم. مش هتقسم معانا يا شيخ محمد.
السؤال مرة تانية يا أحمد معلش. السؤال إن شاء الله اليوم. من التي لقبت بذات النطاقين وهي زوجة الزبير ابن العوام وطبعا صحابية جليلة وكان لها دور كبير في الهجرة، أظن سؤال سهل يعني. جميل. شيخنا الفاضل برضو من المشاهد التي يتناولها شهر رمضان مشهد اللي هو الصبر والشكر. نعم. والدين نصفان كما يقولون، نصف للصبر ونصف للشكر. نعم. فكنا عايزين نتناول هذين المشهدين. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. أما مشهد الصبر فلقد قال الله تبارك وتعالى في عظم الصبر: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال سفيان بن عيينة: لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسا. وقال ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام: إنما تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين. جميل. وأفضل الصبر، الصبر على أنواع. صبر على صبر عن المعصية الأول، صبر على الأقدار المؤلمة، ثم صبر عن المعصية فوق الصبر على الأقدار، لأن ده الأولان الصبر الاضطراري. نعم. يعني صبرت ما صبرتش قضاء الله عز وجل. نعم. نافذ. نعم. أما الصبر الاختياري نوعان: صبر عن المعصية، وده أعلى درجة من إيه؟ أعلى درجة من الصبر على القدر. أعلى درجة من الصبر على القدر. نعم. لأنه لا يقاس صبر يوسف عن مراودة امرأة العزيز له. نعم. على مراودة امرأة العزيز له. نعم. على صبره على إلقائه في الجب، هو كده. نعم. كده هيلقوه في الجب. نعم. واخد بالك مولانا؟ نعم. أعلى من هذا الصبر على الطاعة. أفضل أنواع الصبر الصبر على الطاعة، تتجلى في رمضان معاني الصبر الثلاثة. نعم. صبر عن المعصية، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. صبر على الأقدار، صبر على ألم الجوع وألم ألم البطن والبعد عن الشهوات. نعم. صبر عن الطعام وعن الشراب وعما جبله الله عز وجل جبل الإنسان عليه. نعم. ثم الصبر على الطاعة، على ذكر الله تبارك وتعالى. نعم. وعلى معاني الصوم البديعة، المعاني العظيمة والفضائل العظيمة. يصبر الإنسان طاعة لله تبارك وتعالى: وقد صمت عن لذات دهرها كلها، ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي. واحد لما يشوف مثلا ان صحابي جليل يعني يصبر 40 سنة يسرد الصوم فيها سردا، زي ابو طلحة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لصوت ابي طلحة في الجيش خير من 1000 رجل. فبعد ان مات النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ان توفي النبي صلى الله عليه وسلم، قال سيدنا انس بن مالك: لقد سرد ابو طلحة الصوم بعد وفاة النبي ولم يفطر إلا في 5 أيام 40 سنة. وفي رواية أبو زرعة الدمشقي قال 40 سنة. الإمام الذهبي قال: بل نيفا 20 سنة، يعني قاعد 23 سنة 24 سنة يسرد الصوم لا يفطر إلا في 5 أيام، يوم العيدين وأيام التشريق. تخيل مدى صبر هذا الصحابي الجليل، يعني رجل من أئمة السلف، زيد ابن بندار ابن زيد. نعم. أبو الخنائي الأصبهاني صام هو وابنه وزوجه 40 سنة. الله أكبر. بيت كله صايم 40 سنة. داود بن أبي هند مفتي البصرة يصوم 40 سنة لا تشعر به زوجه. كان يأخذ الطعام من البيت بعد صلاة الفجر فيذهب به فتصدق فيه في أثناء الطريق. نعم. ثم يأتي إلى السوق فيظل في حانوته إلى المغرب، فلا يخرج إلا بعد صلاة المغرب. نعم. فيظن أهل السوق أنه قد تناول طعامه البيت، وظن أهل البيت أنه قد تناول طعامه في السوق. 40 سنة. نعم. وقد صمت على لذات دهرها كلها، ذاك يوم لقاكم ذاك فطر صيامي. ده مشهد الليه؟ الصبر. مشهد الصبر طبعا. مشهد الشكر دكتور. هو طب تسمح لي بس اتفضل. أقول حاجة كده. اتفضل. هو العلماء لما قالوا أي أنواع الصبر أفضل، الحقيقة الكلام كثر في ذلك، وأجمل الكلام ما قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. أنه له اعتباران. اعتبار المصبور عليه والشخص نفسه، واعتبار الصابر. تمام. نعم. وده كلام يعني الحقيقة دايما شيخ الإسلام يعني يفجأنا بالكلام الماتع. نعم. الجامع الشامل. نعم. اللي خلاص يعني تفنيد الناس لكل الأمور، الناس كلها تختلف وكل واحد ينحى منحى. فالشيخ يجي يجمع الكلام يعني يأتي بالقول الفصل. يغطي جميع الأبعاد. نعم. رحمه الله. أما باعتبار المصبور عليه فكما تفضل شيخنا وقال
انه افضل انواع الصبر الصبر على الطاعة، ثم بعد ذلك الصبر عن المعصية، ثم الصبر على البلايا والملمات. اما باعتبار الصابر فالامر قد يختلف. في انسان من الممكن انه يصبر على الصيام. جميل. انسان يصبر على قيام الليل مثلا، هادي كمثال. يصبر على قيام الليل ويأخذ الليل كله قيام. جميل. ولكنه لا يصبر على مسألة غض البصر. فهل تستطيع أن تقول أن صبر هذا الإنسان على قيام الليل على أساس أنه طاعة أعلى بالنسبة لهذا الشخص من صبره عن معصية غض البصر؟ لا. عن معصية إطلاق البصر؟ لا طبعا. هيبقى هنا باعتبار هذا الشخص؟ لا. لأن ده محتاج منه لمجاهدة أعلى. تمام. يحتاج إلى بذل تاني. إلى بذل أعلى. نعم. تمام. وبرضه في حاجة بسيطة، كلام شيخنا يهتم جدا بأحوال السلف، وهذا شيء يعني هم أساتذتنا وقدوتنا، إنما عشان المشاهدين ما يتخضوش من الكلام 40 سنة و 50 سنة والله شفنا كويس حضرتك قلت كده لأن أنا اتخضيت الحقيقة. أنا قلت إحنا مش نافعين كده. لا هو طبعا يعني الشيخ بيقول هذا في، لأن طبعا هو له باع في مسألة علو الهمة وحفظ. نعم. الشباب يعني النهار وربان الليل وكل ذلك. نعم. ربنا يحفظه وبارك فيه. أول الأمر خطوة هول. نعم. يعني بداية الطريق مع الله عز وجل زي سيدنا حمزة. نعم. قال فضرب المشرك وقال فأنا على دينه على طول والتزم بي. الله. إنما يعني هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو أن إنسانا التزم به هو أكمل الهدي ما في شك. لكن فيه كلام رائع للإمام الشاطبي في هذا الباب في موافقات، لا في الاعتصام، في الاعتصام، في الاعتصام، إنه هو إن الأمر ده بيبقى باعتبار حال الشخص نفسه. يعني بالنسبة هذا إنسان عنده طاقة لذلك دون أن تكلفه أدنى مشقة. الناس قدرات والناس تختلف. صح. نعم. يعني الشيخ سيد يستطيع أن يصوم الدهر. جميل. نعم. أنا لا أستطيع أن أصوم الدهر. هو بالنسبة له أمر سهل، لا أمر فضيلته عالية. صح. أما بالنسبة لي ليست فضيلته عالية، في مشقة. في مشقة تعيقني عن كثير من الطاعات. جميل. يعني مثلا انا اصوم الصيام يعيقني عن طلب العلم، يعيقني عن الدعوه، خدت بال حضرتك؟ فهنا لا يكون بالنسبه لي هو الافضل. اما بالنسبه للشيخ يستطيع ان يصنف وان يكتب وان يفعل وهو صائم، وهو صائم امر. جميل. بالنسبه له مفيش اي مشقه خالص، فالامر ده بيكون عادي. يعني فانا بقول ان كل شخص باعتبار الحاله بتاعته، باعتبار حاله. نعم. تمام. وده امر مهم جدا جدا عشان بس خير. الناس ما يتخضوش من ال احنا ان احنا نذكر عبارات السلف ليه؟ لان كثير من طلبه العلم يقول لك ايه، يعني في نهي عن صوم الدهر. نهي عن صوم الدهر فين؟ نهي عن صوم الدهر في الايام التي يحرم فيها الصوم. عشان ما يتخضوش هم لما يعرف كتب السلف، وكان ما مات عمر حتى سرد الصوم، وما ماتت عائشة حتى سرد الصوم، وما مات حفصة حتى سرد الصوم، وكي ابن الجراح ومصر معتمر، يعني علماء كلهم مش هتطلعه مبتدع. تمام. مش هتطلع صلى. فانت تقول يعني 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 زي بقول ايه، يعني صارت مغربة وصرت مشرقا شتان بين مشرق ايه ومغرب. نعم. الا يعني نسأل الله السلام. تكلمنا عن مشهد الصبر، مشهد الشكر. هو الشتاء النبي عليه الصلاة والسلام، أو هو قول عن النبي عليه الصلاة والسلام، الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقام وقصر نهاره فصام. في هذه الحالة يزداد مقام الشكر بالنسبة للإنسان، أو هو بالنسبة ليس متعلق بالشتاء أو غيره، هو الصيام الإنسان يصوم بالنهار يتعبد لله بالصبر، ويطعم بالليل يتعبد لله عز وجل بالشكر. وبالنسبة للصيام أيضا، لما الإنسان ربنا عز وجل يكرمه ويصوم الصيام الذي هو الدرجة الأعلى، الإعانة على الصيام، لا الدرجة الأعلى، هو هناك الصيام قسمان، صيام عن الطعام والشراب والشهوات. تمام. وصيام عن كل ما سوى الله عز وجل، عن كل ما سوى الله، يعني قلبه مع الله سبحانه وتعالى. يصوم بصره ويصوم سمعه
وتصوم كل جوارحه. نعم. زي ما بعض اهل العلم يقولون صيام العوام وصوم الخواص وصيام خواص الخواص كما يحلو لبعضهم. نعم. الكلام تقسيم جميل. تقسيم جميل جدا جدا. انا وجهة نظري ان الانسان الذي يصل الى هذه الدرجة هو الذي يتقلب في الشكر ليل نهار. يعني ان كان عامة الناس يعلو عندهم مقام الشكر في لحظة الافطار اللي هو للصائم فرحتان يفرحهما، هيفرح جدا جدا، الحمد لله الذي أعانني على صيام هذا اليوم وأفطرت، فهذا الشكر يدور معه ليل نهار حال الإفطار وحال الصيام، لا ينقطع، لا ينقطع الشكر. تمام. لأنه يعني يشكر ربه عز وجل على أن شرع هذا الصيام، لأنه يعيش في روح وريحان حتى مع الصيام، قمة السعادة وقمة المتعة، أنه يعني وقت تتجلى فيه العبادة بأسمى معانيها. جميل. تصوم الرأس وما وعت، وتصوم البطن وما حوت، والإنسان دائما في ذكر للآخرة وذكر للموت وللقاء الله عز وجل. فطبعا يعني مقام الشكر مع الصيام مقام يدور ليل نهار. جميل. أحمد، معنا الفقرة الثانية اللي في الأمر ده. نعمة نعمة الشبع والري. يعني الإنسان يعني لا يعرف الشوق إلا من يكابده. الإنسان حينما يصوم فيجد لا يحس بفقد النعمة إلا عندما يسلبها. فيشعر بمدى إنعام الله عز وجل عليه، أنه أطعمه وغيره سابغ وغيره جائع. ولذلك الذل والفقر ولذلك كان سيدنا يوسف عليه السلام لا يعني لا يعني لا, لا لا يشبع وهو على خزائن مصر. ولما يسأل عن ذلك يقول أخاف أن أشبع فأنسى الجياع. فالإنسان يجد نعمة الشبع والري ويتذكر طعام أهل النار وجوع أهل النار وعطش أهل النار، فيدفع ذلك إلى شكر الله تبارك وتعالى. والله أعلم. نذكر السادة المشاهدين مرة تانية بالسؤال بعد إذنك. سؤال اليوم إن شاء الله نذكر به السادة المشاهدين. من التي لقبت بذات النطاقين وهي زوجة الزبير ابن العوام رضي الله عنه وعنها، وكان لها مآثر كثيرة في الإسلام؟ ويمكن هذا السؤال إن شاء الله سهل، لكن أود أن أنا أوجه سؤال لفضيلتك يا دكتور معذرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطاعم الشاكر له جزاء الصائم الصابر، هذا حديث صحيح. ويمكن ابن القيم عمل لنا كتاب عدة الصابرين. بعض أهل العلم قالوا، وطبعا حضراتكم أعلم مني، قالوا أنه عدة وليس عدت على أساس من الوعد أنه يعدهم. يمكن أحد دور النشر قالت قالت عدت وليست عدت. ويمكن ابن القيم أفرد كلاما، وأنا يمكن بتكلم عن ابن القيم لأن أخونا محمد إن شاء الله يتكلم عليك شخصية اليوم، وحضراتكم طبعا تدلوا بدلوكم. قال عدة الصابرين وجزاء الشاكرين، فبين الصبر والشكر ماذا تقول لنا بارك الله فيك في رمضان ولو في عجالة؟ قال عمر الخطاب لو كان الصبر والشكر بعيران لي ما أبالي على أيهما ركبت. جميل. الرضا الرضا بما يقدر الله تبارك وتعالى. نعم بارك الله فيك. الإنسان يصبر وإن كان في ما في كلام بيقولوه أهل العلم أو أهل أصحاب السلوك يعني. يقولون أن الإنسان يصبر في حاله في حال الشدة مثلا، لا في حال في حال الرخاء. نعم يصبر في الرخاء. ده مقام طيب من مقامات الإيمان. ليه؟ لأن الرخاء قد يأتي مع الفتنة. قد يأتي الرخاء مكرا واستدراجا من الله تبارك وتعالى. أما البلاء فلا يأتي إلا برفعة الدرجات أو تكفير إيه؟ أو تكفير السيئات. أما النعم فقد تأتي بالاستدراج والمكر من الله تبارك وتعالى. فولذلك قالوا إيه؟ كان القوم يصبرون في حال لا في حال الرخاء ويشكرون عند الشدة عند الشدة. نعم. لأن يعني لا تأتي إلا بخير. نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله قال إن الصالحين وشددوا عليهم وابتلى أحدهم بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها، ولا أحدهم كان أفرح بالبلاء إن نزل به من فرح أحدكم بالعطاء. الله أكبر. ولا أحدهم كان أفرح بالبلاء إن نزل به من فرح أحدكم بالعطاء. كان فتح الموصلي قال عنه الإمام أحمد أنه من كبار سادات أهل السنة والجماعة، كان إذا دخل البيت فلم يجد طعاما ولم يجد شرابا ولم يجد سراجا ووجد السقف قد وقف بأهله من شدة المطر يرفع يده إلى السماء ويقول إلهي أجعتني وأجعت أولادي
وعريتني وعريت أولادي، وقديما كنت تفعل هذا بأنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين، فبأي خصلة من خصال الخير تقربت بها إليك يا مولاي فقبلتها مني حتى أداوم عليها. نسأل الله السلامة يا رب. يا شيخنا حضرتك بتجيب لنا نماذج اليوم يعني نحس معها بضآلة يعني ضآلة ما يعني ما نراه. جزاكم الله خيرا. تفضل يا اخوي. الفقرة التالية رمضان زمان، عايزين نتعرف مع السادة المشايخ رمضان زمان بالنسبة لهم كان بيمثل إيه؟ يعني هل يختلف رمضان عن دلوقتي يا شيخنا؟ وحضرتك مش من زمان قوي يا مولانا يعني، بس بس يعني كيف كان يختلف عن الآن؟ كعادات وك والله الحمد لله رب العالمين. الذي ألاحظه أن رمضان بالنسبة لعموم المسلمين يزداد إجلاله في القلب وتزداد الهمة في العبادة والطاعة. جميل. يعني أنا أذكر هو طبعا أنا برضو مش زمان قوي يعني. أنا نبهين على كده. ما تخافش. مش هنكبرك أبدا. مش هتكبرني مقاما حضرتك أكبر يا مولانا إن شاء الله. فأصل كان دايما في أخ فاضل الدكتور عبد الرحمن الصاوي. نعم بارك الله. هو دايما لما ظهرنا مع بعض كان حلقة حوارية على قناة من القنوات. فكان دايما يقول قضية السن. هو زميل دراسة يعني احنا الاثنين زميل. هو ما شاء الله أمور كده يعني. وكذلك أنتم يا أولاد. الله يكرمك. بس هو مش واضح عليه السن يعني. معنا اتصال بعد إذن حضرتك ونرجع تاني. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ خالد؟ مع حضرتك. ازيك يا شيخ أحمد؟ الله يبارك فيك. معك أحمد فاسم من السلطة إن شاء الله. الله يبارك فيك. ازيك يا أخ أحمد؟ ازيك حبيبي؟ كنت عايز سؤال كده يعني بالنسبة يعني إيه لعبادات رمضان يعني. بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للشهر الكريم يعني في سؤال كده كنت عايز أعرضه على حضرتك يعني. اتفضلوا مشايخنا يجاوبوك إن شاء الله. ماشي. بالنسبة لموضوع كان الشيخ بيتكلم بالنسبة لموضوع غض البصر. نعم. احنا ممكن نعمل ايه بالنسبة لموضوع غض البصر ده يعني ايه؟ يعني نقدر نستطيع نفسنا ازاي؟ يعني الوسائل المعينة على غض البصر. الوسائل المعينة على غض البصر. ربنا يبارك فيك. طب في حاجة تانية حبيبي؟ بالنسبة يعني عندنا في صلاة التراويح في شيوخ كبار بيصلوا. هل المفترض نصلي جزء يوميا ولا المفروض نخفف؟ نعم. طب هو حال الناس عندكم ايه؟ الناس تستحمل الجزء ولا لا تستحمل؟ لا ما تستحملش الجزء. احنا العالم عندنا هنا في قلب القريه هنا ناس كبار بنصلي الجزء ما فيش عدد بقى لان يعني ساعه يوم بنصلي الجزء العدد بيقل شويه. طب يا اخي نعم جزاك الله خيرا.